معي في الاستديو ضيفتنا الأسبوعية المصممة سوزان السعدي، عضوة مجلس دبي للتصميم والأزياء، حتى تطلعنا على بعض النصائح في اختيار الملابس المناسبة لكل نوع جسم. سوزان، يسعد صباحك. يا صباح الورد، أهلا وسهلا. هلا بيك. طيب اليوم بحسب معلوماتي هناك 4 أشكال لجسم المرأة. تمام. اللي هي كتبتها حتى لا أنسى طبعا. تمام. مثلث عادي، مثلث مقلوب، الكمثرى، والمستطيل. تمام. حدثينا عنها واحدة واحدة، شنو الأنسب نلبسها؟ تمام. هلا احنا ليش عم نحكي عن موضوع اليوم؟ لانه صرنا نشوف موضات كثير ونحب نلبس كل شيء، بس عم بطلع مرات خيارات عشوائيه، بتحسي انه هاي الموضه ما بتلبق لي. لا، هي الموضه بتلبق للكل اذا عرفنا نختار القطعه المناسبه لشكل جسمنا. طيب شلون؟ زي ما قلتي احنا في 4 هن الاكثر انتشارا، فينا نقول مثلا نقول هدول حصرا، اللي هم شكل كمثرى، التفاح اللي بيكون بالنسبة للكمثرى انه الاكتاف والخصر اصغر من الورك. طيب بالنسبة للتفاحة بيكون عندك منطقة البطن هي اللي فيها البروز اكثر شيء. المستطيل بيكون في توازن ما بين الاكتاف والخصر والورك. واخر نوع كنا بنحكي عنه اليوم اللي هو المثلث العادي، المثلث المقلوب هو. طيب. بيبقى اكتاف اعرض من الخصر والورك. طيب تماما. فاحنا زي ما نحكي عن اهم موضات اللي انتشرت ب 2018 ممكن نحكي على الكاروهات اللي هو تشيكرد او البلايد. انت كنتي لابسه سوت منها قبل اسبوعين، كان طالعه بتجنن عليكي على فكره. مذاكره اصلا. طيب. انا كثير بنتبه على الاشياء. طيب. فهي الموضه شكراً. ممكن يلبسها مثلا حدا بشكل الكمثره، ولكن تعتمد على مثلا التنانين اللي بتبقى ضيقه من عند الخصر وواسعه، تنزل واسعه حتى تخفي الارداف، ولكن بنفس الوقت تعمل هايلايت او اضاءه على خصرها الرفيع اللي يتميز فيه جسمها. طيب. ممكن اذا حكينا عن اللي بشكل التفاحه انه يرتدوا اي بناطلين من هاي الموضه. طيب. بس تكون صاحبه ستريت كات او انه بقصه تكون مستقيمه. زين. فهيك بتخفي البطن وبنفس الوقت بتقدر تلبس هاي الموضه. اما بالنسبه للي بيكونوا الاكتاف اعرض من بقيه الجسم، ترتدي الجاكيتات القصيره. الجاكيتات القصيره ممكن تخلي شكل الجسم من فوق يبين اصغر، فيساعدها على اخفاء عرض الاكتاف الكبير. هاي يمكن ترهملها كل انواع الموضه اللي كتفها عريض وخصرها وركها صغير، صح؟ تمام. يعني هلا فيك تقولي ممكن ما تلبق لها الكشكش اللي بيكون عند الاكتاف لانه يزود مساحه. بالضبط. هذا احنا دائما نحاول المنطقه اللي فيها عيوب تخلي فيها القصه بسيطه والالوان تكون داكنه تقريبا. طيب. حتى تخفيها. طيب احنا سوزان اعتقد عندنا صور جاهزه. تمام. رح نستعرضها سوا على الهواء. مثلا هاي واحده من الموضات اللي هي الكارو اللي هي البلايد او تشيكرد. طيب. وزي ما شايفين احنا في عنا انواع مختلفه من الاجسام ومرتدينها باشكال مختلفه. يمكن اللي بالنص هذا شكل المستطيل او ممكن نقول عنه ساعه رمليه. معمول انه اكتافها عريضين وركها عريض كأنه قطعه واحده. تماما. وإذا حكينا نحن الموضة هاي ممكن يلبسوها بعدة طرق. شافي كيف ملبوسة على طريقة التنورة. التنورة كتير مناسبة للي أجسامهم مستطيلة جدا جدا. زين، إذا حكينا على الجينز، بما أنه كثير من النساء بوطننا العربي ترتدي بنطلون الجينز، يناسب كل الأجسام لو لا هناك أجسام أخرى، أو لازم مثلا نرتدي فوقها طويل إذا هي شوية أعتمد من ضغط الوقت؟ يعني أنت حكيتي أوريدي أنه ممكن يناسب كل أشكال الأجسام إذا عرفنا نختار قصة الساق بطريقة ممتازة، طريقة صح. كيف ممكن نختارها؟ يمكن أكثر حدا ممكن يعاني بموضوع اختيار الجينز اللي جسم الكمثرى اللي هو البير اللي بيكون عندها الأوراق أعرض من بقية الجسم. طيب. هون ينصحوها دائما كل خبراء الأزياء بارتداء قصة البوتليج اللي بتيجي ضيقه على الوسط. هاي احنا بدنا نشوفها هسه على الهواء سوزان، هذه الجينز. تمام. هلا احنا فينا كلهم رفيعات البنات. بالضبط. معظمهم فيك تقولي لابسين سكيني جينز، وهم اغلبهم من شكل المستطيل اللي بتحسي في تناسق كامل ما بين جسمهم من فوق لتحت. وهم ممكن يكون منهم ايضا اصحاب شكل التفاحه. اللي عندهم تجمع اي مشاكل بتكون بالبطن، فبتكون عندهم الساقين كثير نحيفات بقدروا يلبسوا اي شيء. زين. الكمثره لازم تعتمد يا اما البنطلونات الجينز العريضه، او تعتمد بنطلونات اللي بتكون البوتليج اللي بتكون ضيقه شوي من فوق وتنزل. طيب. فلير. هذا بالنسبه للقصات. ماذا عن الالوان سوزان؟ تمام. يقال انه المراه كل ما مالت للامتلاء الاحسن ترتدي الوان داكنه حتضعفها. مدى صحه هالموضوع؟ تمام. انا 100% يعني شغل الالوان الفاتحه بيشتغل زي الهايلايت حتى بالمكياج. صحيح. عرفتي؟ فما فيك تختاري الوان فاتحه للاماكن اللي عم تحاولي تخفيها.
ننصح السيدات بشكل عام لما تختار الجينز إذا هي بدها تختار شيء يخليها أطول أنها تختاره شوي أطول للجينز نفسه بحيث أنه يغطي الكعب الكندرة بالضبط. طيب. هيك حتبين قامتها ممشوقة أكثر. بنفس الوقت أنها تستعمل الجينزات الغامقة لو هي حابة طبعا تخفي مشكلة عندها في وركها أو تحت، وبنفس الوقت تنتبه كتير لموضوع الهايلايت اللي بيكون على الساق. في كتير جينزات بسموهم واش جينز اللي بيبقى عليهم طبعات أو مشحات صحيح. أفتح صحيح. هذا رح يركز الضوء تماما على المنطقة السيدة عم تحاول تخفيها اللي هي بتكون عادة الأفخاد أو الورك أو ما شابه يعني. طيب بعيدا عن الجينز سوزان، المراية الطويلة الأحسن ترتدي قصير؟ ده نتحدث طبعا عن الغير محجبة. الأفضل أنه ترتدي قصير ضيق ولا قصير عريض؟ الطويلة ترتدي طويل ولا كيف يكون الأنسب؟ صراحة هو بيعتمد هي شو اللوك اللي حابة تطلع فيه. يعني أنا بحس الطول واحدة من أجمل الصفات، يعني بالعكس الواحدة لازم أنه تفرجي طولها. فهذا ممكن تحققه إذا ارتدت مثلا من فوق لتحت السيدة لون واحد for example لو كله أسود، وكل ما كان قل السكن اللي طالع أو مبين حتبين السيدة لسه أطول وقامتها ممشوقة أكثر. يعني اليوم أنا وياك مبينين طويلة، شايفة أبدا ولا بلاستين الألوان والقصات الممتازة والأحمر هذا يعني بالضبط. طيب هيك هايلايتس بالضبط إنه طول السيدة وبنفس الوقت يعني بيطلع كتير هيك شيء مرتب. هاي شوفي سوزان هسا محضرين بالجاليري الصور لنساء يرتدين فساتين طويلة كلها حلوة. هلا هاي الفساتين إذا لاحظتي في أغلبها طابعها العام بسموه الفيت أند فلير اللي هو ضيق من فوق عريض من تحت. هذا حيساعد السيدات اللي عندهم جسم الساعة الرملية المستطيل ممكن يحدد لها خصرها أكثر، حتى السيدة اللي عندها مثلا مشكلة في البطن. طيب لا إذا لاحظتي هون كمان آخر وحدة اللي لابسة اللي بالنص top. أنا كان بدي أحكي عنه اللي بالنص يمكن هي عندها أكتافها أعرض فهي اختارت أنها تلبس الشيال يكون شوي عريض. هي لو اختارت شيال لسه أنحف من هيك كان بينوا أكتافها أقل عرضا، كان حتى أعطاها يعني لوك أنعم. فإذا هي أي سيدة بأكتاف عريض عم تحاول تبينهم طيب. أنعم تختار قصات أنعم. زين ماذا عن الاكسسوارات سوزان؟ تلعب دور بإخفاء أو إظهار العيوب؟ يس ديفنتلي، خصوصا إذا أنا أحكي عن الرقبة. طيب. إذا أنت عم تلبسي مثلا كان زي فينك مثلا أنت لازم تختاري الاكسسوار المناسب إلها من الطوء أو إنك ما تشمليها مع أي شيء ثاني. مثلا افضل تكون ناعمه الاكسسوارات ويا الفي ولا تكون خشنه؟ لا انا تكون ناعمه لازم تكون، انا برايي الشخصي طبعا. طيب. هو يختلف على حسب السيده شو بتحب. بس انا اعتقد انه بيكون انعم احلى. وبنفس الوقت هي لو مثلا اكتافها اعراض وما حابه تجذب النظر لهم تختار سنسال كثير رفيع. هذا حيعطي كل اللوك نعومه اكثر. لو هي مثلا حابه تظهر المنطقه عندها هون اكثر تختار الرسومات الكثير قوية وواضحة، تختار الألوان الفاتحة، وتختار حتى الإكسسوارات تكون قوية وستيتمنت بسموها مشان تجذب النظر لهاي المنطقة لو كانت عندها مثلا جميلة أو حابة تبين أكبر. طيب للمرأة المحجبة شو تنصحين؟ كيف ممكن تنسق الألوان؟ وخلينا نحكي على الموديل أكثر. تمام الموديل هلا لازم تعرف فيه شو شكل وجهها. احنا عنا شكل الجسم وعنا شكل الوجه. اللي بيكون مثلا وجهها اوفال او انه هذا الطويل دائري لازم تختار انها تحط مثلا، انا بختار دائما احط امتع حتى تقصر شكل الوجه شوي. اللي بيكون وجهها عريض ممكن تستغني عن الامتع وتحط الشيء اللي بطريقه كتير ناعمه. واللي بيكون مثلا وجهها من نوع اللي بسموه القلب هاي ممكن يلقي لها كل شيء، ويمكن اكثر شيء يلقي لها انها لو عملت من هون فوليوم شوي للحجاب. فيعتمد على شكل الوجه، وفي من خلال شكل الوجه ممكن تعرف شو اللفه المناسبه. سؤال اخير سوزان، هل فعلا الحزام على الخصر هو سلاح ذو حدين ممكن يجمل وممكن يبشع تمام الجسم والملابس؟ 100% كلامك. ليه؟ لانه ممكن مثلا لو السيده كانت يعني مش طويله كثير واختارت حزام عريض عمل فصل كثير كبير ما بين جذعها وما بين رجليها حتبين اقصر. لكن لو اختارت الحزام يكون رفيع ومناسب للبستها حتبين انها هي اطول، ورح يعمل هايلايت لخصرها النحيف والحلو. وبنفس الوقت شو ممكن نقول؟
انه اختيار الحزام زي ما قلتي رح يا اما تو ميك ذا اوتفيت او تو بريك ات. اها اذا وقتنا انتهى سوزان، دائما اشكر جزيل الشكر على كل هذه النصائح اللي تقدميها لنا وللمشاهدين. كانت معنا المصممه سوزان السعدي، عضوه مجلس دبي للتصميم والازياء، اطلعتنا على نصائح مهمه.